السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل في الشابتر الثالث. الشابتر هذا اللي هو عنوانه إكليبر مفرج بودوس، ذلك من خلال المحاضرة الثالثة. خلال المحاضرة الثالثة هذه حنشوف يعني حل بروبلم نمبر 1. طيب حنبدأ بشرح البروبلم هذا. أول سؤال بيطلب يعطيك الصورة هذه، من خلال الصورة هذه بيطلب منك الفري بودي دياجرام، يعني رسمة متاعت القوى الممكنة. أول شيء لازم نحلل الصورة هذه. كيف نحللها؟ بنشوف إيش السبورت كونكشن. أول سبورت كونكشن في النقطة أي اللي هو طبعا حيكون بين، في النقطة بي حيكون رولر، وهنا حيكون في قوة يعني الجاذبية اللي هي بما أنه عندك ماس 2400 كيلو. يعني لو نشوف الفري بودي دياجرام، هذا هو الحل متاع السؤال هذا الأول اللي هو أول سؤال. طبعا في النقطة A بما عندك بين حيكونوا قوتين، قوة عمودية وقوة أفقية. في النقطة B عندنا رولر، طبعا زي ما شفنا حيكون قوة واحدة. بما أنه هنا عندنا ماس، يعني في السنتر بتاع الجرافيتي حتكون الوزن بتاعه اللي هي 9.81 كيلو نيوتن. بالنسبة للماس متاع هذا حتكون 23.5 كيلو نيوتن. هذه هو الفري بودي دياجرام. السؤال الثاني بيقول لك ديترماين بي، يعني حنجيب قيمة القوة بي هذه من خلال حل المعادلة متاع مجموعة متاع العزم متاع كل القوى اللي موجودة حول النقطة A، يعني سيجما ام A تساوي صفر، طبعا لأنه بما أنه الجسم في حالة اتزان. علشان أفكركم بشيء، أنه العزم لما يكون عكس عقارب الساعة بيكون بلس، ولما يكون مع عقارب الساعة يكون يعني بالماينس. هنبدأ يعني بالمجموع العزم بتاع كل القوى حول النقطة A. لو نبدأ بالقوة B مثلا، هذا هو محور بتاع القوة B وهذه النقطة A. طبعا المسافة العمودية ما بين الـ A والـ B اللي هي 1.5، يعني هنضرب الـ 1.5 المسافة هذه في الـ B. طبعا الاتجاه هو هذا بتاعت القوة، اللفة يعني حتكون في الاتجاه هذا، يعني حتكون عكس عقارب الساعة، عشان كده حتكون بلس بي في الواحد ونص، البي في المسافة العمودية ما بينها وبين النقطة. بعدين نمر للنقطة للقوة الثانية. بالنسبة للقوة هذه اللي هي 9.81 كيلو نيوتن، المسافة العمودية هذا هو المحور بتاع القوة، المسافة العمودية اللي هي طبعا هي 2 متر، والاتجاه بتاع القوة تحت يعني اللفة حتكون في الاتجاه هذا، يعني حتكون مع عقارب الساعة، عشان كده حتكون ماينس القوة في المسافة. بالنسبة للقوة الأخيرة اللي هي 23.5 كيلو نيوتن، المسافة العمودية ما بين محور القوة وما بين النقطة حتكون 4 × 2، حتكون 6 متر، يعني حتكون 6 متر في القوة، لكن حتكون بالماينس لأنها النقطة هنا واللفة حتكون في الاتجاه هذا، حتكون مع عقارب الساعة، يعني حتكون ماينس. لكن السؤال المطروح، ليش ما اشتغلنا على الاي اكس والاي واي؟ طبعا الاي اكس والواي المحاور بتاعهم بيمروا من النقطة A، بما انه يمر من النقطة A المحرم عفوا العزم بتاعهم حيكون صفر. طيب هذه هي المعادلة. من خلال المعادلة المجهول الوحيد فيها اللي هو البي، نقدر نستخلص البي من خلال المعادلة هذه، وهذه طبعا قيمة البي اللي هي 107.1 كيلو نيوتن. نكون جاوبنا يعني على السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث والأخير بيقول لك ديترماين الـ A، يعني القوة A، من خلال يعني حل المعادلات بتاع مجموع القوى العمودية والقوى الأفقية. إيش المقصود بالقوة العمودية والقوة الأفقية؟ القوة الأفقية اللي هي سيجما اف اكس هذا القانون، والقوة العمودية طبعا اللي هي سيجما اف واي تساوي صفر، يعني هذه القوانين اللي تخلي الجسم يكون في حالة اتزان. لو نبدأ بالقانون الأول اللي هو سيجما اف اكس يساوي صفر، إيش كم من قوة موجودة على المحور صفر؟ المحور X اللي هي القوة AX والقوة B، يعني الاثنين في نفس الاتجاه مع X هيكونوا بلس، AX بلس B يساوي صفر. وبما أنها B معلومة من خلال السؤال الثاني، يعني نقدر نجيب الـ AX على طول. بالنسبة للسيجما FY، كم من قوة موجودة على المحور Y؟ في القوة هذه وهذه وهذه، يعني ثلاثة قوة. بالنسبة للـ AY بتكون فوق، يعني بتكون موجبة، القوة هذه نازلة يعني بتكون سالبة، والقوة هذه سالبة، يعني عشان كده هنا ماينس. كل المجموع بتاعهم يساوي صفر. المجهول الوحيد في المعادلة هذه اللي هو الاي واي، نقدر نستخلص الاي واي ونكون يعني جاوبنا على السؤال الثالث. طيب نشكركم وإن شاء الله نتقابل في محاضرة قادمة، وشكرا لكم.